طيب برضو انت كنت موجود في النادي الاهلي وعلاقتك باللاعبين ما زالت كانت اكيد متصل. انت صعدت مع مستر مانو الجوزيه، كان موجود حسام غالي في التوقيت ده ولا ما كانش موجود؟ لا كنت حسام غالي كان ساعتها محترف. محترف لكن طبعا هو لاعب، بس كان لعيبه كبار يعني طبعاً. تريكا وبركات وكان يعني كل النجوم. انا هقول حاجه، انا كان وقتي ده كل في النجوم. ده. بالظبط يعني بامانه، لان طبعا جيل كان زي ما بنقول في جيل ذهبي للنادي الاهلي في التوقيت ده. اي حد كان يطلع من قطاع ناشئين تبقى المواضيع بتبقى صعبه صعب جدا، خصوصا جد. في مراكز زي مركزك ده. حسام غالي الناس بتشبهه بيك بشكل كبير، بتشوف هل انت قريب من لعبه؟ هل انت ممكن تبقى خلي بالك لما قريب من لعبه يبقى انت حسام غالي يبقى مش موجود او انت اللي موجود، تمام؟ فانت بتشوف المرحله الجايه وجودك كابتن حسام في غالي المنطقه دي. كابتن النادي الاهلي، ويعني شرف كبير ليا ان انا اتشبه بيه، وهو لعيب قيمه كبيره للكره المصريه. يمكن الحمد لله في شبه شويه في اسلوب اللعب، ويمكن في الشبه برضه شويه سواء احلى طبعا بس فشرف ليا ان اي حد يشبهني بكابتن حسام غالي، وهو انا بحبه جدا على المستوى الشخصي. هو لعيب كبير ونجم كبير طبعا، واتمنى ان شاء الله ان اكمل مسيره زيه كده ان شاء الله. طيب انت بتلعب قدام حسام غالي، يعني مش عايز اقول لك بقى انت بتلعب جنبه او هيبقى في منافسه اكيد قويه في المنطقه دي، وانت بتلعب قدامه كنت بتحس بايه؟ ايه اللي انت كنت بتشوفه في حسام غالي مش موجود في اي خط وسط موجود انا في دايما مصر؟ بشوفه مختلف، مختلف عن كل اللعيبه الموجودين، بطريقه لعبه، كقائد للفريق، بستايله. في نوعيات نص الملعب مختلفه، في اللي ممكن بيبقى بيجري كتير وعنده القوه اكتر، في اللي بيبقى ممكن مهتم مثلا بالشوط اكتر، في لكن كابتن حسام غالي ما شاء الله متكامل، عنده الرؤيه الفنيه وعنده يعني قائد ولعيب كوره، وحتى لمسته للكره مختلفه من هو صغير على فكره. وان هو صغير احنا انا كنت اتذكر يعني وانا في الناشئين افتكر كنت انا لسه يعني عيل صغير، وكان كابتن حسام موجود كان دايما يقول لي انت ابني كنت انا صغير، هو كان اكبر طبعا. فهو نجم طبعا كبير ولعيب كبير، واي حد يتمنى ان هو يبقى طيب زي كابتن حسام غالي.